ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا هروح انادي على جوليانا علشان تحكي لي قصة. يا جوليانا. نعم يا كوكو، عايز ايه؟ هو مش انتي وعدتيني اللي انت هتحكي لي قصة؟ اه ده انا نسيت. طب ايه رأيك احكي لك دلوقتي؟ ماشي، انا هحكي لك قصة عقيدة الفداء. ايه هي عقيدة الفداء دي؟ استنى بس انا هحكيها لك اهو. إيه عقيدة الفداء؟ ربنا خلقنا على صورته ومثاله، خلق ادم وحواء، وقبل ما يخلق ادم وحواء جهز لهم مكان عشان يقعدوا فيه. وبعدين ادالهم حرية وقال لهم ما كلوا من الشجر اللي في الجنة ما عدا شجرة واحدة اسمها شجرة معرفة الخير والشر. وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين بعد ما كلوا الحية ادت لحواء من الشجرة وكلها، وبعدين حواء ادت لآدم وآدم كل، وحصل تلت حاجات لعقوبة الخطية. طب ايه هي عقوبة الخطية؟ طيب هقولك، اول حاجة الانفصال عن ربنا. ازاي يعني الانفصال عن ربنا؟ زي اللمبة كده، اما هي عند على الكهرباء وبعدين تشيل الكهرباء عنها، ايه اللي بيجررها؟ بتنتفي طبعا. ايوه هي كده، ادم انفصل عن ربنا. طب تاني حاجة ان فسدت طبيعتهم. ازاي يعني فسدت طبيعتهم؟ زي مثلا ولد بياكل مرة واحدة كل اكل فاسد، ايه اللي بيحصل له؟ بيبقى لازم يكون فيه دواء علشان يعالجه. ايوه هو كده نفس الحاجة، لازم يكون في دواء علشان ربنا يمحي ان فسدت الطبيعة. طب وتالت حاجة طردهم من الجنة. طيب كملي بعدين. طب استنى، هو كان ربنا ممكن يموت آدم او ممكن يخلق وإنسان تاني غير آدم ويسيبه يموت؟ ده كان ممكن، بس ربنا قدوس وعادل وبيخاف على الإنسان وبيحب الإنسان، فعلشان كده لازم يكون في حل علشان الطبيعة ما تكونش فاسدة. طيب ايه هو الحل؟ الحل ان ربنا ينزل ويتجسد على الارض ويفدينا. انا افتكرت قصة الفداء. ما هي قصة الفداء دي. الله، إيه دي قصة جميلة خالص خالص. يا رب تكون عجبتك يا كوكو.